رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث مستجدات الموقف الاقتصادي وتأمين السلع الاستراتيجية والمستلزمات الأساسية للمواطنين. الدولة تواصل جهود توفير السلع وضبط الأسواق، وغرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض. أهلا رمضان. موسكو تؤكد أن لديها أدلة على وجود مختبرات بيولوجية بكييف بتمويل أمريكي. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي. وخلال الاجتماع تم استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادي وتقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد المصري. كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقد الأجنبي من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بذل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالميا. وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية من أجل ضمان الاستجابة السريعة واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية. كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطات الشحن للسيارات الكهربائية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية وإعداد البنية الأساسية اللازمة لتلك الصناعة، خاصة ما يتعلق بالتوسع في إنشاء محطات الشحن. وأوضح مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تعميق التصنيع المحلي من خلال إقرار مجلس الوزراء مؤخرا للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتي تضمنت حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عدة محافظات بإجمالي 3000 نقطة شحن في هذه المرحلة. تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لضبط الأسواق، وفي بيان للوزارة أعلنت ضبط 103 قضايا تموينية بمضبوطات بأكثر من 984 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة. وأشار بيان الداخلية إلى ضبط أكثر من 110 أطنان سلع غذائية دقيق وزيت طعام وسكر وأرز. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعمة، فقد تم ضبط طني دقيق مدعم، كما تم ضبط ما يزيد عن 611 طنا في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، وضبط 86 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء. أيضا تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق لبيعها بسعر أزيد من المحدد لها. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من القضايا في هذا الإطار. تنسيق وتكامل بين أجهزة وزارة الداخلية لمواصلة توجيه الضربات الأمنية القوية ضد العناصر التي تحاول حجب السلع عن التداول بالأسواق، في محاولة منهم لرفع أسعارها
استغلالا للظروف الدولية الراهنة. وأسفرت تلك الضربات عن نجاح الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، قام مالكه بحيازة أكثر من 18 طن من سلع غذائية متنوعة، بأن قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. انطلقت الحملات الأمنية لتحقيق مزيد من الانضباط في السوق والتصدي لمحاولات رفع الأسعار، وتمكنت الإدارة من ضبط 75 طن ونصف طن أرز غير مصحوبة بأية مستندات تفيد مصدرها بحوزة صاحب مضرب أرز بالدقهلية كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق. كما نجحت في ضبط قرابة 188 طن مواد غذائية متنوعة بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية، كان يقصد من وراء ذلك إلى بيعها بالسوق السوداء. واستمرارا لتلك الحملات وما تحققه من نتائج إيجابية في التصدي لمافيا التلاعب بالأسعار، نجحت الإدارة في ضبط 22 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر، قام المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بتخزينها بغرض حجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما تمكنت من ضبط قرابة 21 طن دقيق وأرز وزيت طعام وسكر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط أكثر من 18 طن دقيق وزيت وأرز ومكرونة وسكر معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات تم تخزينها لرفع أسعارها بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة. وأسفرت الحملات المكثفة للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق عن ضبط 20 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط قرابة 20 طن أرز ودقيق وزيت ومسلي مجهولة المصدر بحوزة مسؤول إحدى الشركات لتعبئة السلع الغذائية بالقاهرة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 18 طن زيت تموني بحوزة مسؤول أحد فروع الجملة بالإسماعيلية لبيعها بأزيد من السعر المحدد لها. الإدارة تمكنت من ضبط 50 طن سكر تموني بقصد بيعه بالسوق السوداء بحوزة أمين عهدة إحدى فروع الشركة لتجارة الجملة بالقاهرة، وضبط 30 طن دقيق أبيض بحوزة قائد سيارة بالفيوم كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق. وتتواصل الجهود للتصدي لكافة ظواهر الاستغلال وحجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة الغذائية والمضاربة بأسعارها لرفعها. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يوماً، حيث شهد اليوم الثالث لمعارض المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء مستلزمات شهر رمضان. كمنفذ بيع عملات دولة زي ده كل حاجة متوفر فيه ممتاز جداً بصراحة، أما خارج والجودة بتاعته عالية جداً، أما خارج المنافس دي بنلاقي أسعار طبعاً مع التجار حاجة لا يتخيلها عقل، يعني أسعاري عالية جداً جداً يعني صراحة. يعني أنا طول اليوم بلف في الأسواق ما فيش حاجة مش متوفرة، أسعار برضو معقولة، يعني إذا كان غليت بتغلي باستحياء، إنما ما فيش غلو فاحش وكلام من، والحمد لله الحمد لله إحنا في نعمة. السلع متوفرة جداً وكل حاجة دلوقتي في المبادرة أسعارها جميلة وسهل الشراء، يعني مش لسه ما فيش ضغط قوي، يعني لسه بقى دخول رمضان سنة طويل بس، فكل حاجة كويسة الحمد لله.
في أكثر من 993 منفذا من منافذ أمان ومبادرة كلنا واحد تتوافر السلع بأسعار مخفضة وبأقل من أسعار الأسواق، ما أثار حالة من الارتياح لدى المواطنين، حيث تواصل وزارة الداخلية توفير سلع مخفضة في إطار الجهود للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار. السلع متوفرة، كل حاجة موجودة الحمد لله، زي وسكر ورز وكل الحاجات دي متوفرة، ومتوفرة بكميات كمان، مش حاجة قليلة وخلاص، لا متوفرة في أي وقت أي حد يلاقي موجود فيها فاش أي مشكلة. بس أنا شايفة أنه الأسعار مناسبة شوية عن عما كنا متخيلينها، يعني احنا كنا متخيلين أن الأسعار هتبقى عالية جدا الفترة دي، بس لا أنا شايفة أن الأسعار كويسة، يعني لحد ما كويس قوي. الأسعار مخفضة، يعني هو الرز في الكرتونة هنا بتاع التحية مصر في المبادرة هو يعني مش هيتراوح بينه يعني 10 جنيه تقريبا، سعر الكيلو 10 جنيه، لكن بره بيتراوح من 14 ل 20. الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية وغيرها، وزيادة نسبة المعروض في الأسواق المحلية بتخفيضات تصل إلى 60% من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. بالتزامن تتواصل جهود الدولة لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين، كما تواصل جميع الأجهزة جهودها لضبط الأسواق، وفي هذا الإطار تم ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية بزيادة بقدرة 50% عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى 30%، كما يتواجد عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل السلع الرمضانية والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل إلى 30%. كما أعلنت وزارة التموين إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض أهل رمضان وتوافر السلع بها. في ذات السياق، أطلقت وزارة الزراعة قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل 21 سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية، محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن من إنتاج مزارع الوزارة، وذلك بأسعار مخفضة للمواطنين. وتمتلك الوزارة 171 منفذا ثابتا على مستوى محافظات الجمهورية، يتم من خلالها ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. مبادرات مستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، وخصوصا مع حلول شهر رمضان الكريم. مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، وهي المعنية بتوفير جميع السلع الغذائية والمنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها في الأسواق الأخرى، وذلك من خلال 171 منفذ ثابت منتشر على مستوى الجمهورية يوفر المواد الغذائية والمنتجات الغذائية للمواطنين خلال طوال العام وخلال الشهر الكريم إن شاء الله. التعليمات واضحة جدا وصريحة في هذه المبادرة، أن يتم طرح كل المنتجات ومشاركة جميع القطاعات والوحدات الإنتاجية في الوزارة في هذه المبادرة، وتكون الأسعار فيها قيمة التكلفة فقط، يعني هي تكلفة الإنتاج فقط دون وضع أي هامش ربح. مبادرات توفير السلع تتضمن منافذ ثابتة تصل عددها إلى 170 و21 سيارة متحركة لتجوب المحافظات بالخضروات واللحوم والدواجن ومنتجات أخرى متنوعة. معنا فلفل، ومعنا طماطم، ومعنا توم، ومعنا بصل، وبنبيع بأسعار برضو كويسة الحمد لله، تمام. يعني احنا دورنا ان احنا شغالين بالعربية دي، دعمتنا بيها وزارة الزراعة، شغالين بيها بأسعار مخفضة تبع الجمعيات، ونتواجد في كل القرى تبع وزارة الزراعة. إجراءات سريعة وحاسمة اتخذتها الدولة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير السلع وضبط الأسواق للتيسير على المواطنين في شراء احتياجاتهم مع قرب حلول الشهر الكريم. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت وزارة التموين معارض أهلا رمضان لتوفير جميع مستلزمات الأسرة من السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
ضمن آليات الدولة لتوفير السلع وضبط الأسواق، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة لتوفير مستلزمات شهر رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية الرمضانية. هو نموذج لتدخل وزارة التموين بأحد آلياتها السريعة والمنضبطة وهي السيارات المتنقلة. وزارة التموين عندها 300 سيارة على مستوى محافظات الجمهورية، وهو مشروع السيارات المتنقلة بحمولات مختلفة، 1.5 طن، 1 طن، 5 طن. بنطرح فيها ثلاث حاجات رئيسية، أولاً اللحوم الطازة والمجمدة والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى السلع الحرة والسلع التموينية وأصناف من يميش رمضان. تعتبر السيارات المتنقلة هي أداة بتستخدم من جانب وزارة التموين في الأماكن اللي ما فيش فيها مجمعات استهلاكية ولا معارض أهل رمضان. عندنا 300 عربية بتجوب محافظات الجمهورية، بالإضافة عندنا إلى في 100 سيارة أو 100 قافلة متنقلة بتشارك معنا في معارض أهل رمضان عشان توفير السلع بنسب التخفيضات الموضوعة بوزارة التموين من 25% ل 30%. المعارض تأتي بمشاركة مشروع جمعياتي وعروض لأكثر من 100 شركة، بالإضافة إلى إقامة معارض فرعية في عدة مدن تابعة للمحافظة. داخل أهلا معرض رمضان احنا عندنا أكثر من 22 منفذ، المنافذ دي بتقدم تخفيضات بتصل من 20 لحوالي 30%. الأسعار الحمد لله عندنا فيها ثبات من بداية من شهر واحد رغم كل الأزمات اللي موجودة، احنا الحمد لله الأسعار ثابتة. ال 27 سلعة اللي موجودة على منظومة التموين والإضافة للسلع الأخرى. هي الخطوة دي 10 على 10، مش وحشة وحلوة وأسعارها حلوة وأسعارها في متناول الجميع. تأتي هذه المعارض في إطار المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين بين وزارة التموين والغرف التجارية والقطاع الخاص بالمحافظات لاستقرار الأسواق وضخ كميات من المواد الغذائية تلبي الطلب بما يساهم في خفض الأسعار. تواصل معارض أهلا رمضان استقبال المواطنين لشراء جميع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان استعدادا لاستقبال الشهر الكريم. وفي المحافظات أكد عدد من المواطنين المترددين على المجمعات الاستهلاكية ومعارض السلع الغذائية أن الأسعار بدأت تنخفض كثيرا داخل المجمعات الاستهلاكية. طبقا لتوجيهات القيادة السياسية احنا اشتغلنا السنة دي بدري علشان نقدر ان احنا نظبط جشع بعض التجار من معدوم الدين والضمير، فالحمد لله احنا شايفين الاسعار هنا بشهادة الناس هي الاسعار كويسة ومقبولة بالنسبة للناس. كمان كنا في نفس الاسبوع ده بنتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، والحمد لله تأكدنا من دام التموين وروحنا كمان منافذ التموين اللي بتبيع السلع كلها، اطمن على وجود لحوم وطمن على وجود الدواجن وطمن على وجود حتى مش رمضان بأسعار كويسة جدا، وهو ده دور الدولة. توجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعمل معارض أهلا رمضان على مستوى كل المحافظات، وإحنا هنا في الدقهلية بنفتتح المعرض الرئيسي في مدينة المنصورة، تخفيضات من 25-30% بالتعاون مع الغرفة التجارية والسيد وكيل وزارة التموين. زي ما حضراتكم شايفين كل المنتجات موجودة وموفرة، الأسعار بتاعتها منخفضة من 25-30%، والأهالينا في الدقهلية كلهم مبسوطين. والمعرض ده واحد من ضمن 16 معرض، في 15 تانيين هيتم عملهم أو بالتزامن مع المعرض ده بتكون موجودة في المراكز والمدن المختلفة في الدقهلية. وبقول لكل أهالينا في الدقهلية كل سنة وأنتم طيبين يا فندم. ده المعرض الرئيسي في محافظة الإسماعيلية، اللي موجود في مدينة الإسماعيلية بتوجد معارض فرعية أخرى بعدد 8 معارض في كل مركز، في معرض في بعض المراكز فيها معرضين زي فايد. ده كله في إطار إتاحة الفرصة للعارضين وتوفير أماكن لهم مجانا، إضاءة كهرباء مجانا، حراسة مجانا. بنحرص على أن يكون العارضين من التجار الجملة، من المصنعين نفسهم، بحيث أن احنا بنقلل حلقات التداول. التاجر بيعرض بأسعار الجملة، المستهلك مستفيد، التاجر مستفيد. طبعا معرض أهلا رمضان ده بيقام سنويا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. طبعا المعرض بيشمل جميع المواد الغذائية المخفضة، أسعار كويسة جدا. لو فعلا المواطن الدمياطي نزل هيشوف فعلا الفرق ما بين الأسعار اللي موجودة في المعرض وموجودة بره المعرض. الغرفة بتقيم المعرض ده هوت في دمياط الجديدة برضو بمشاركة عارضين 30-40 عارض.
بنقدم خدمة تموينية، خدمة بضاعة حرة. احنا هنا كفرع هنا بنقوم بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز، دي بداية في المنظومة الأولى. احنا بنقول ان احنا بنقدم زيت 800 ملي ب 20، الزيت 1 لتر ب 25، الرز ب 8 جنيه، سكر ب 10.5، سمنة 1 كيلو ب 24. كل حاجة موجودة هنا في الجمعية عادي، وأسعارهم جميلة جدا، وأقل يعني أقل من بره. أسعار في الجمعية هنا أسعارها حلوة وصغيرة وبسيطة وما شاء الله. مبادرة كلنا واحد، بس هنا أسعارهم جميلة بصراحة في الجمعية يعني، فالحمد لله يعني كله تمام. دون مجاملة، الجهد الكبير اللي بتقوم به الدولة في الفترة الحرجة دي وفي هذه الأيام الطيبة المباركة في إنها ترفع العبء عن كاهل المواطن البسيط والمواطن الكادح، لها جهد مشكور. وأنا شايف بأمانة وبصراحة إن كل المعروضات والأسعار مناسبة جدا. أنا شايفة إن هنا في عروض عن برة بكتير، والأماكن اللي فيها عروض الناس بتبقى في إقبال عليها عن برة بكتير يعني. الأسعار كويسة الحمد لله هنا هوت، الأماكن اللي هي زي كده، إنما برة طبعا الأسعار بتختلف. سلمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة الغربية 52 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن هدية رئيس الجمهورية إلى أهالي الغربية. وقالت منسقة حياة كريمة بالغربية زينب سامي إن هدية رئيس الجمهورية لأهالي الغربية تضم 200 ألف كرتونة بها مواد غذائية بهدف توزيعها على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية. الحمد لله 200 ألف كرتونة مقسمين على الثمان مراكز محافظة الغربية. بدأنا بمركز زفتة، وصل لمركز زفتة 24 ألف كرتونة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مركز سمنود، ثم كفر زيات، ثم أطور، بسيون، الصنطة، وحاليا نحن موجودين الآن في مركز المحلة الكبرى لتقديم 52 ألف كرتونة لأهالي مركز المحلة من الأسر المستحقة، عشان نقدم لهم هدية السيد رئيس الجمهورية من الكراتين القادمة لمحافظة الغربية. مبسوطين جدا إن احنا قدرنا إن احنا ناخد الكراتين بتاعت الرئيس ونوصلها للناس في البيوت، والناس مبسوطين جدا بالحاجة اللي وصل لهم دي، وكلنا بنشكر سيادة الرئيس طبعا على المجهود الكبير ده، واحنا كمتطوعين مبسوطين جدا ان هو ده عمل تطوعي وبحاجة زي كده ان احنا نساعد بيها الناس في رمضان. كل سنة وانت طيب يا رئيس، هديتك وصلت وعقبال السنة الجاي، متشكرين يا رئيس على جمايل. اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موسكو بتلفيق الأحداث تمهيدا لاستخدام أسلحة كيماوية على حد قوله. وخلال مؤتمر صحفي أكد بلينكن أن بلاده تعمل على توثيق ما سماها بجرائم الحرب التي ترتكب في أوكرانيا. إن غزو الرئيس بوتين لأوكرانيا لا يسير وفقا لخطته، فالشعب الأوكراني لم يرحب بالجيش الروسي، والجيش الأوكراني لم يستسلم، على العكس إنهم يقاتلون بشجاعة لا مثيل لها لحماية منازلهم وأسرهم وبلدهم. لقد تعرضت روسيا لعقوبات غير مسبوقة وأصبحت منفصلة عن الاقتصاد العالمي، اقتصادها أصبح في حالة انهيار تام، مئة الشركات أوقفت أعمالها. خلال أسابيع الرئيس بوتين قد دمر 30 عاما من الانفتاح على العالم ومن الفرص الاقتصادية للشعب الروسي. عشرات من أعضاء الكرملين الفاسدين تعرضوا للعقوبات، الكثير منهم فقدوا اليخوت الفاخرة والمساكن الكبيرة لهم. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده لن تقاتل على الأرض في أوكرانيا. وخلال وجوده في العاصمة سلوفاكيا أشار أوستن إلى أن فرض منطقة للحظر الجوي فوق أوكرانيا يعني دخول الولايات المتحدة في صراع مع روسيا، مشددا على مواصلة دول حلف شمال الأطلنطي دعم القدرات العسكرية لأوكرانيا. سنقوم أيضا بكل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا وجهودها في الدفاع عن أراضيها. لقد أشارت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا إلى أن فرض منطقة حظر طيران معناه أننا ندخل في موقع قتالي مع روسيا، وإحدى الأمور التي قلناها وقالها الرئيس الأمريكي أننا لا نرغب في الدخول في حرب مباشرة مع روسيا. ما يعنيه ذلك أنه لكي نتحكم في الدفاع الجوي لابد أن نقوم ب
إسكات المضادات الأرضية على الأرض وتلك أنظمة دفاع روسية مجددا. من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن حلف شمال الأطلنطي ناتو لن يتدخل في القتال الدائر في أوكرانيا. وأضاف شولتز أن الغرب سيواصل تقديم الدعم المالي والإنساني لأوكرانيا إضافة إلى الإمدادات العسكرية. ميدانيا ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر طرفي الصراع في أوكرانيا السماح بمرور آمن للخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة والسماح أيضا بدخول المساعدات إليها. وخلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير أن اللجنة اضطرت لمغادرة المدينة أمس لأن موظفيها لم تعد لديهم إمكانية لتنفيذ العمليات، غير أن موريل أشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستنفذ ترتيبات لإيصال المساعدات فور وجود ممر آمن. يأتي هذا فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن 21 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح في قصف روسي على بلدة قرب مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا. وأوضح المسؤولون أن نيران المدفعية الروسية استهدفت مدرسة ومركزا ثقافيا في بلدة مريافا قرب خاركييف. وفي العاصمة كييف أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية أن شخصا واحدا لقي حتفه، فيما أصيب ثلاثة آخرون جراء سقوط حطام صاروخي على أحد المباني السكنية. أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أنه يتم العمل على ترتيب لقاء بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف وزير الخارجية الأوكرانية أن بلاده مستعدة لمواصلة المسار التفاوضي مع روسيا لوقف هجومها على أوكرانيا. وخلال زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو، قال وزير الدفاع البريطاني بن والس إن بريطانيا ستنشر نظامها الصاروخي سكاي سايبر في بولندا في الوقت الذي يتحرك فيه الناتو لتعزيز الأمن في جناحيه الشرقي في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقالت بريطانيا في وقت سابق إن نظام الدفاع الصاروخي قادر على إصابة أجسام في حجم كرة التنس تتحرك بسرعة الصوت. بدوره أوضح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم نشر النظام الصاروخي بناء على طلب من الحكومة البولندية، وسيظل تحت سيطرة القوات البريطانية طوال الوقت. حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في إعلان مشترك بأن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون أمام القضاء الدولي. وأعرب وزراء المجموعة التي تترأسها ألمانيا هذه السنة عن ارتياحهم للتحقيقات وعمليات جمع الأدلة الجارية بما في ذلك من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا. We'll be right back.
نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها. مجلس التعاون الخليجي يدعو لوضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية. سلم وزير الخارجية سامح شكري رئيس الوزراء السنغافوري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الذي جمع بينهما. وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري أكد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة الدفع قدما بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إن المجلس يحث الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام. وفي مؤتمر صحفي أكد الحجرف أن حل الأزمة في أيدي اليمنيين أنفسهم، موضحا أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية في الفترة من 29 من مارس حتى 7 من أبريل المقبل، مبينا أن المشاورات ستناقش 6 محاور بينها محاور عسكرية وسياسية. حل الأزمة اليمنية هو بيد الأخوة اليمنيين بكافة مكوناتهم بكافة شرائح، فما نقدم اليوم هو استضافة لجميع هذه المكونات لجميع الفاعلين في الشأن اليمني، وهي مشاورات يمنية ما سيتفق عليه الأخوة الأشقاء اليمنيين خلال هذه المشاورات سيتم التفاعل معها وتبنيها ووضع خطة طريق أو خارطة طريق تنقل اليمن من حالة الحرب وتداعياته إلى حالة السلم وتحدياته. وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة الجنوب السودانية جوبا في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مشتركة. وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي رئيس جنوب السودان سيلفا كير. وتبحث زيارة سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية المنشطة للسلام دولة جنوب السودان. أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ بمواصلة استراتيجية صفر كورونا فيما تواجه الصين أسوأ تجدد لانتشار الوباء منذ الموجة الأولى. وقال الرئيس الصيني أن بلاده عليها مواصلة منح أولوية للمواطنين وحياتهم والتمسك بالدفع العلمية وسياسيا، وذلك عبر سياسة صفر كوفيد الدنماركية ووضع حد لتوفشي الوباء في أقرب وقت ممكن. وأكد خلال اجتماع لكبار القادة الصينيين أنه على بلاده رفع مسؤولية الوقاية والمكافحة الدقيقة علميا ومواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض. أعطت الحكومة اليابانية الضوء الأخضر لرفع جميع القيود الطارئة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في البلاد الأسبوع المقبل في ضوء انخفاض عدد الإصابات الجديدة خلال الفترة الأخيرة. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية بأن طوكيو والمحافظات القريبة منها من بين 18 منطقة ستشهد رفع حالة شبه الطوارئ بداية من الاثنين المقبل. يأتي ذلك غدا تأكيد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه لا تزال هناك فترة انتقالية يتعين على المواطنين خلالها توخي أقصى درجات الحذر من العدوى. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل 3 أشهر. وبالتواصل مع وزارة الصحة والسكان تم نفي تلك الشائعة والتأكيد على أن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا يحصل عليها المواطنون من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمرة واحدة فقط
بعد مرور 3 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك دون الحصول عليها بشكل دوري كل 3 أشهر، بينما يحصل عليها باقي فئات المواطنين لمرة واحدة فقط بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية. وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التطعيم باللقاح فيروس كورونا وصلت إلى أكثر من 51% من إجمالي المواطنين، فيما تستهدف الدولة الوصول لنسبة 70%. دشنت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع بعثات إسبانيا والسويد وكوستاريكا وماليزيا مبادرة جديدة لدعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة في المحافل الدولية. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أحمد إيهاب في مجلس حقوق الإنسان باسم دول المبادرة لدعوة المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا سيما التمكين الاقتصادي للمرأة وتمتع بالكامل بحقوق الإنسان. أكد البيان الأهمية الأساسية لتمكين المرأة من الحصول على التعليم والموارد الاقتصادية والفرص والعمل اللائق والأجر المتساوي. عدلت بريطانيا إرشادات السفر إلى مصر الخاصة بتصنيف الجزء الجنوبي من محافظات جنوب سيناء ومحافظة الفيوم، حيث تم ضم تلك المناطق بما تشمله من وجهات سياحية إلى تصنيف مناطق السفر الآمنة وفقا لإرشادات السفر البريطانية الخاصة. وفي بيان لوزارة الخارجية أعرب سفير جمهورية مصر العربية لدى بريطانيا السفير شريف كامل عن التقدير لقيام الحكومة البريطانية بتعديل تصنيف السفر إلى هذه المناطق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز مساعي شركات السياحة المتواجدة في السوق البريطاني للتوسع في عرض برامج مختلفة للوجهات السياحية في هذه المناطق. ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية التابعة لإدارة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر دكتور إسماعيل العربي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 136 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية كبرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة. هذا وقد شهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1015 مواطنا من الأهالي وإجراء 9 عمليات جراحية في المعدة، وذلك في عدة تخصصات. أيضا تم تحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الغردقة. وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة 9، الزميلة آية كفور تأتيكم بها. أهلا بك آية. شكرا ياسر. شكرا أميرة. والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أكد وزير البترول طارق البلا أن أسواق الطاقة الخضراء وصناعتها ما تزال ناشئة وجديدة وتحتاج لتكنولوجيات متطورة ومزيدا من التنمية، مشيرا إلى أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة بالشرق المتوسط وضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز خاصة خلال فترة التحول الطاقي الحالية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة سيمنز للطاقة لاستعراض استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز المصرية، فضلا عن استعراض التذبذبات الحادة في مستويات الأسعار العالمية الحالية وتأثيرتها على اقتصاديات الدول بصفة عامة.
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جما حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، وكذا إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والذي تناول بحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية. وأضافت الوزارة أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعمل المصري لقياس الأثر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وأضافت الوزيرة أن قياس الأثر يعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر. لأول مرة يتم إطلاق معمل تقييم الأثر في مصر، ويمكن تقييم الأثر من أهم الموضوعات المطروحة على ساحة الأبحاث في الوقت الحالي، بما أن مصر بتتجه نحو السياسات المبنية على أدلة وعلى أرقام حقيقية، وما بعد السياسات هو تطبيق البرامج المختلفة والأنشطة، ثم قياس أثر هذه البرامج على التغيير الذي يذكر في حياة الفئات المستهدفة، إذا كانت هذه الفئات من الأولى بالرعاية، هذه الفئات على العمالة أو على التشغيل أو على التغيير النوعي في حياة النساء. فقياس الأثر هو الفيصل اللي بيؤكد هل هذا المشروع أو البرنامج نجح في الوصول إلى أهدافه أم لا. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع. هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي نحو 1.11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 19% ليغلق عند مستوى 10726 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1894 نقطة. امتدت الارتفاعات أيضا لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا، وارتفع بنسبة 70% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 15.65 جنيها، بالنسبة لسعر البيع 15.78 جنيها. نصل اليورو سعر شراء 17.29 جنيها، سعر البيع 17.43 جنيها. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني يسجل سعر شراء وصل اليوم إلى 20.58 جنيها و20.75 جنيها بالنسبة لسعر البيع. أما بالنسبة للعملات العربية، نبدأ بالدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4.26 جنيها، سعر البيع 4.30 جنيها، وأخيرا الريال السعودي 4.17 جنيها بالنسبة لسعر الشراء، وسعر البيع سجل سعره وصل إلى 4.21 جنيها. في أسواق المعادن النفيسة، واصل الذهب العالمي ارتفاعه مسجلا 1940 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل عيار 18 نحو 766 جنيها، ولمس عيار 21 سعره وصل إلى 894 جنيها، في حين وصل سعر عيار 24 اليوم إلى 1022 جنيها. وأخيرا نصل معكم مشاهدينا إلى الجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 7152 جنيها. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط حوالي 3% بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تفقد 3 ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من أبريل. وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 3.1%، ووصل السعر اليوم إلى 101.09 دولار للبرميل. أيضا صعد الخام الأمريكي بنسبة 3%، ووصل السعر اليوم إلى 97.84 دولار للبرميل. في اليابان، أغلق المؤشر نيكي القياسي عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، سائرا على درب صعود قوي في وول ستريت الليلة الماضية، بعدما رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة، فحين عززت الآمال في تحقيق انفراجة في الأزمة الأوكرانية المعنوية. وقفز المؤشر نيكي 3.46%، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الأول من مارس. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.47%.
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك لصالح زيادة ب 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الأساسية للبنك، مما رفعها إلى 75%. وسجل التضخم في المملكة المتحدة بالفعل أعلى مستوى له في 30 عاما قبل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وسيؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على توقعات التضخم للبنك المركزي. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى ياسر عبد الستار وأميرة العودة إليكم. شكرا لك يا آية. اختتمت حملة طرق الأبواب فعالياتها بمحافظة سوهاج التي استهدفت تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد بجميع قرى ومحافظات أو مركز المحافظة. وأعلنت مديرية الصحة أن الحملة نجحت في تطعيم ما يزيد عن 380 ألف مواطن من عمر 12 عاما من خلال 1220 فريقا متنقلا بجميع أنحاء المحافظة. احنا وفرنا الأجهزة والإمكانيات الجاهزة اللازمة يعني علشان يكون التطعيم في متناول الكل، بنجهز والشخص واقف، اي حد معدي، اي حد في الشارع عنده مشكله احنا موجودين، يعني في اطار تسهيل الاجراءات ووصول الخدمه للمواطن في كل مكان بننفذ حمله تطعيم كورونا. واقفين في الميادين، حاطين فرق في كل مكان، معانا فرق مدربه، التسجيل بيبقى سريع، اطقم التمريض كلها مدربه على التطعيمات، التطعيمات كلها متوفره، جميع الجرعات وجميع الانواع. بنحب نوصل لكل واحد وبنقول له ان التطعيم امن، واللي ما اخدش يجي ياخد، واللي عنده جرعات متاخره يتفضل يشرفنا. والان جاء موعدنا مع اخر الاخبار الرياضيه. عوده مره اخرى اليك ايه. شكرا لكم، والان محليا وعالميا نتابع اخبار الرياضه. اختتم الأهلي استعداده لمواجهة مضيفه المريخ السوداني غدا في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتساوى الأهلي والمريخ في عدد النقاط بواقع 4 نقاط لكل منهما. حسم التعادل السلبي مباراة طلائع الجيش ومضيفه إسترن كامبوني في الجولة 13 من الدوري الممتاز، بهذا التعادل رفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز 13، بينما رفع إسترن كامبوني رصيده إلى 10 نقاط في المركز 16. وفي البطولة نفسها تعادل البنك الأهلي مع مضيفه فاركو بهدفين لكل منهما، بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز 6، بينما ظل فاركو في المركز 7 برصيد 17 نقطة. افتتحت بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 والمقامة بمجمع صالات استاد القاهرة الدولية، وذلك ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وتستضيف مصر منافسة بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022 خلال الفترة من 17 وحتى 20 من مارس الجاري، وبمشاركة 281 رياضيا يمثلون 34 دولة. هذا وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا مع الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة. انتهت جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى أميرة وياسر إليكم. شكرا لك يا آية. تحل اليوم ذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش، لقب استحقه بلا جدال هذا الموسيقار المصري شاسع الموهبة غزير الإنتاج والذي كتب التاريخ الموسيقي العربي من جديد. أسطورة التلحين صاحب السيرة الذاتية الحافلة، نستعرض أبرز ملامحها في التقرير التالي.
آخر أخبار الطقس. نذهب مرة أخرى إلى آية كفور. شكرا لكم مرة أخيرة، والآن نتحول إلى أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ودافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 20 الصغرى 10، الإسكندرية 18-11، مطروح 17-9، وبورسعيد 18-9، والإسماعيلية 19-10. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 19 والصغرى 11، العريش 17-9، طابة 20-13، وشرم الشيخ 24-11، والغردقة 23-12. أيضا الأقصر العظمى 25 والصغرى 12، أسوان 26-12، الوادي الجديد 21-10، وشلاتين 23-13، وأخيرا حلايب سجلت العظمى 22 والصغرى 10. أما مشاهدينا، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز الأقطار اليوم. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً لبحث مستجدات الموقف الاقتصادي وتأمين السلع الاستراتيجية والمستلزمات الأساسية للمواطنين. الدولة تواصل جهود توفير السلع وضبط الأسواق، وغرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض أهلاً رمضان.
موسكو تؤكد أن لديها أدلة على وجود مختبرات بيولوجية بكييف بتمويل أمريكي. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع شفكي المنيري. يسعد مساكي شفكي. مساء الخير يا أميرة، ومساء الخير يا ياسر. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب. روائح رمضان يعني تحس بتهل علينا جميعا يعني. أهلا بيك. كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليك يا رب وعلى كل الناس اللي بيشوفوا. وعليك وعلى ياسر، ودايما بتمنى لكم التألق، دايما متألقين، ولكل صناع نشرة التاسعة أهلا بكم دايما. توفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدأ فقرات التاسعة اليوم الخميس. أهلا وسهلا.